شو عمر بيك؟ شايف ما وقفت على الإشارة؟ لا يا جابر بيك، يعني بتلاقيها حلوة بحقي إني وقف على الإشارة مثل هالخلق والعالم؟ لا والله مو حلوة بنوب. أصلاً أنا بحياتي كلياتها ما وقفت على إشارة، مو بس هلا يا سيدي، وحتى قبل ما أصير مسؤول مهم كمان. وشلون كنت تخالف القوانين والأنظمة وما كان إلك صفة رسمية؟ هو صحيح ما كان إلي صفة رسمية، بس خالي كان مسؤول كبير وكنت خالف قوانين المرور على اسمه. تخيل اسمه، يعني فيك تقول إنه مخالفة الإشارة وأنظمة المرور صارت ماشية بدمي. أنا بحياتي ما فتت على مطعم أو فندق أو كازينو ودفعت الفاتورة. يعني ما أحلاني وأنا عم بدفع مصاري. أنا لو وقفت الشغلة عطتنيش الفاتورة كانت المسألة هينة، بس بالعادة أنا أول ما فوت على شي مطعم يا أما بضرب الجراسين يا أما بسناول صاحب المطعم بشي كم كف على خلقه لحتى أضعهم وخليهم يديروا بالهم على الطاولة منيح. بلوي بلوي. بس هو بلوي، كلنا بلاوي. هلا وسهلا. تعال يا ابني. هلا وسهلا. بدي صف سيارة. ليك مفتاح بقلبها وانا بصفها استاذ. مين صاحب السيارة هاي؟ جوا عنا بالمحل استاذ. اركض ناديله بدي صف السيارة محله قوام. نعم. وين رامكم؟ هون اشي على بالي صف السيارة، حدا بيمنعني شيء؟ أعوذ بالله، مين بده يمنعنا؟ وين ما بدنا بنصف سيارتنا نحن عمي. ها شرف زبون العوافي. يعطيكم العافية. إيه حبيبي؟ بدنا نصف السيارة محلك. خير ليش بقى شو في؟ عم بيقول لك بده يصف السيارة محلك، يلا تحرك. تمام. كل شو هيك قدو عم يصفها للسيارة. لا مو مناسبة السيارة مع كل شو، صغيرة وهو كبير. قطع عمرك ما غلظت. هلا صف السيارة هون. شرفوا. تعال تعال. يا ابني تعال تعال. اخبار استاذ؟ وين بدك تقعدنا؟ المحل كله تحت تصرفكم. اهلين 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 وسهلين بالبقوات، شرفتونا. شوف شوف البقوات وين بدهم يقعدوا بسرعه. يلا بدنا نقعد على هذيك الطاوله. عفوا بالظاهر ما سمعت شو قال لك. قال لك هنيك. بس عفوا الطاوله مشغوله وعليها سواح اجانب، يعني كلكم نظر مو حلوه نغيرهم الطاوله بلا سبب.